النهاردة في حلقتنا يا سادة حقيقي قد إيه الحلقة النهاردة مهمة، عايزاكم تتابعوها للنهاية. وعشان نفهم أكتر إزاي بنفكر إن إحنا ممكن نروح للانتحار، أحياناً بنلاقي ناس نبقى قاعدين معاهم أنت إزاي فكرت في الانتحار؟ يقولك أصل أنا والدتي ماتت قصادي، أصل أنا فقدت والدي، أصل أنا فقدت حد غالي عليا. طب إحنا فعلاً لما حد يموت لنا غالي علينا ممكن نفكر في الانتحار؟ في الحالة دي بالذات معانا الأستاذ إمام أحمد رئيس القسم السياسي بجريدة الوطن. فكر في اللحظة دي في وفاة والده في الانتحار. أنا عايزاك أنت تحكي لي يا أستاذ إمام، أنت في وقت من الأوقات إزاي فكرت في الانتحار وإزاي خرجت منه وبقيت معانا دلوقتي؟ أولاً يعني بشكر حضرتك أستاذة إيمان وتحية للسادة المشاهدين. الله يخليك. هو في الحقيقة زي ما حضرتك قلت، يعني لما الواحد بيمر بفقدان شخص حميم، شخص قريب منه، ممكن أن يقول ذلك للتفكير في الانتحار. أنا مريت بده وشرحت التجربة دي في مقال بعنوان خطاب إلى صديقي الذي يفكر في الانتحار في جريدة الوطن، وقلت إن أنا في 18 يناير 2010 كانت ليلة امتحان عندي السنة الأخيرة من الجامعة، وساعتها مريت بتجربة فقدان الوالد والدي. سمعت صوته في الحجرة، كنت قاعد بذاكر في الحجرة المجاورة وسمعت صوته، دخلت عليه حاولت إن أنا أقومه أحركه، كان في الوقت ده بينازع في الروح ويعني لفظ أنفاسه الأخيرة. حاولت أساعده بكل الأشكال، نكلم طبيب، نجيب مستشفى، نتحرك بسرعة، ولكن في الحقيقة فشلت أنا ووالدتي وشقيقي في كل المحاولات ديت. التجربة ديت أنا مريت فيها بنوع من أنواع الصراع الشديد جدا، حالة من الغضب الشديد، الحزن الشديد، دخلت في حالة كمان من اللامبالاة. قلت لنفسي إذا كان يعني شخص قريب مني، كان أقرب الأشخاص في حياتي هو والدي، كانت علاقة صداقة شديدة وقرب شديد. قعدت قد إيه في العزلة دي؟ عشان دي برضو ما قبل يعني قعدت حوالي عدة أسابيع، بنتكلم يعني شهر ونص أو شهرين أو أكتر من كده بالقليل. ما كنتش قادر أستوعب الأمر، فكرت بالفعل في أكتر من مرة إن أنا يعني خلاص أتخلص بقى من الحياة وما أكملش، لكن في الحقيقة أنا ما طب فكرة الانتحار جت لك إزاي؟ يعني في اللحظة دي أنتحر إزاي؟ يعني بدايات بتبقى إزاي؟ هل مثلا أرمي نفسي من البلكونة، أخد دواء كتير؟ يعني فكرة كانت جاية لك إزاي؟ هو في الحقيقة يعني أنا ما حطيتش إيدي على فكرة معينة، إنما أنا كان عندي استعداد دائم إن أنا يعني أخد التجربة الخطوة ديت، يعني ما فكرتش في شكل معين للرحيل، لكن كان عندي الإحساس ده مسيطر عليا بشكل تام. ما كنتش بحب أقعد مع حد، مع أصحابي، مع أهلي، كنت قاعد بشكل منفرد دايما. يمكن كنت مستني إن القرار الرحيل ده يبقى خارج عني، يعني يجي بشكل طبيعي. أنا المهم قوي عندي، لأن إحنا هنقول ده يعني بعد حضرتك على طول في حلقتنا، يعني هنفتح الحتة دي. الناس اللي حواليك رقم واحد، أنت بتقول إن ليك أخ، أوكي، أخوك كان فين؟ مامتك فين؟ مين من قرايبك ما حسوش إن أنت ابتديت تدخل في عزلة؟ ده رقم واحد وهنرد عليها سريعا. تاني حاجة على طول، عديت يعني إزاي قدرت تتخلص من فكرة إن أنا هتخلص من نفسي ومن دنيتي ومن حياتي ومحدش عندي غالي، فقد إيه وقفت على رجلك وشلت الفكرة دي إزاي؟ في الحقيقة هو يعني أنا ليا ثلاث أشقاء، يعني مش واحد، هو والدتي طبعا، هم كانوا كمان في حالة برضو أيضا حالة صعبة بيمروا بيها، فيمكن يعني طبعا حاولوا إن هم مع بعد مرور بعض الأيام حاولوا إن هم ياخدوا بإيدي، كنت أنا الأصغر في هذا التوقيت. بعض أصدقائي كانوا بيحاولوا إن هم يعملوا كده برضو، إنما يعني أصل في اللحظة دي هو صراع داخلي أكتر منه، حتى ممكن ما يعبرش عنه، ما يتكلمش فيه، بس من جواه أنا عمال أتكلم، عمال حالة السخط والرفض والشحن الشديد دوت، دي حالة بتبقى داخلية حتى لو إحنا ما عبرناش عنها.
لا انا يعني ساعتها احيانا خلصت من مثلا الامر دوت بدا ممكن اخواتك يدخلوا. على فكرة يا ماما، امام شكله مش مظبوط، ما بيتكلمش مع حد، حتى اصحابه الانتيم مثلا مش عايز يخرج معاهم، ما بينامش، يعني في علامات، بتبقى في ظواهر كده، في علامات وهنتكلم فيها برضو النهاردة، يعني علامات الاكتئاب اللي هو ما قبل فكرة الانتحار. صحيح. انا والدتي في الحقيقه يعني والدتي والدي بالمناسبه كان دايما يقول لوالدتي ان انت الاهم، انت انا ممكن اروح او اموت انما انت الاهم على الاستمرار، ان انت الاهم للبيت. ايوه والدتي كانت يعني لما تضمني ليها، ويا ربنا يطول في عمرها لسه عايش، لما تضمني يا او رب. يعني تتكلم معايا فكان دوت يعني بيهون عليا بعض الشيء، لكن كان اكيد. مازال حاله الرفض ديت جوايا بشكل كبير. تجاوزتها ازاي؟ تجاوزتها بان انا يعني مش عارف، يمكن ربنا الهمني ان انا بدات اتذكر بعض كلمات اللي والدي كان بيقولها لي قبل رحيله. والدي كان نفسه يشوفني كاتب كبير، ايوه وكان نفسه يشوفني صحفي، وحتى هو كان بيقولها بالعاميه، لسه فاكر طريقه نطقه ليها، كان يقول لي عايز اشوفك صحفي، كان يقولها مضمومه كده. باللغة العربية ف الفصحى صحفي. اه ف... فانا في الحقيقه قلت طيب يعني طب انا ليه من طريق تاني يعني ما احاولش ان انا احقق رغبه والدي ديت طيب واحقق رغبته، ونشوف بقى بعد ما احقق رغبته واعمل له الحاجه اللي هو عايزها. استاذ امام، يعني انا استاذ امام، انا طبعا بحييك جدا، وحضرتك صحفي وانا اعلاميه، فلو قعدنا نتكلم هناخد ساعات وساعات مع بعض، لكن انا بشكرك جدا، وحقيقي يعني اعلامي صحفي متميز الاستاذ امام احمد، رئيس القسم السياسي بجريده الوطن. بشكرك جدا، نورتنا النهارده في حلقتنا، وقد ايه المعلومات اللي حضرتك قلتها هتفيد شباب كتير وهم بيسمعونا وبيشوفونا.